السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ونتكلم عن زراعة البامية داخل البيوت المحمية. البامية من النباتات القوية جدا، يعني بتستحمل ارتفاع درجات الحرارة وبتستحمل البرودة والسك بتاعتها قوية، وفي بعض المزارعين بتألمها من تحت من هنا وبتبدأ تجدد تاني زي النموات الجانبية دي. لكن احنا النهاردة بنعمل عملية تقليم للنبات بالكامل زي محصول الخيار وزي الطماطم. ليه؟ احنا عندي ده النبات البامية اهو اللي لسه ما تقلمش، كان عندي هنا الظل كان شديد فحصل عندي نمو خضري قوي وما فيهوش تزهير. الشجرة اللي زهرت الشجرة الصغيرة اللي كانت مفتوحة، القلب بتاعها مفتوح فالشمس شافتها. فاحنا هنا عملنا عملية تقليم النبات بالكامل عشان ان شاء الله يحصل عندي تزهير ويحصل عندي نموات جانبية، الافرع دي تبدأ تظهر ان شاء الله. عشان كده لو فضلنا ماشيين زي ما احنا ماشيين كده النبات هيوصل السلك والتزهير بتاعه هيكون قليل، مع العلم ان احنا عملنا عملية غسيل للبلاستيك للجير. لكن برضه قلب النبات متداري بكمية الأوراق، لأن ورقة البامية زي ما أنت شايف البامية ورقتها عريضة جدا أهي، والنبات صحي ما فيهوش أي مشاكل خالص، إلا إن هو نسبة الظل عالي لأن مزروع نباتين على الليين. الأفضل أنت تزرع نبات واحد عشان الإضاءة وعشان ما يحصلش عندك نمو خضر زيادة زي ما هو حاصل كده. فإحنا حاليا بنقلم تقليم جذري للنبات، تقليم كامل للنبات عشان يحصل عندنا تزهير وتجديد، يحصل تجديد في النبات ويحصل عندنا تزهير ويتحول النبات من النمو الخضري للتزهير. طبعا هو هيبدأ يجدد تاني ان شاء الله، لكن هياخد معنا وقت. في الوقت ده انت بتبدأ ترشه بعشرينات بطحالب بحرية، تديله منشطات جذور، ترشه بفوسفور، ترشه ببوتاسيوم، تبدأ ترش الحاجات اللي انت محتاجها من النبات، محتاج عملية تزهير فترشه عالي فوسفور مع أحماض أمينية. لكن ما ننساش نقول قبل أي حاجة لازم ترش رشة فطري عشان الجروح اللي انت عملتها في النبات من هنا من الأوراق ما يحصلش عندك أي فطريات. طبعا احنا قلمنا الورقة بس كده زي عملية الترطفة في الملوخية الخضراء عشان خاطر القلب اللي هنا ده، احنا عايزين يحصل عندي من قبط الاوراق نموات جانبيه. انا اقدر اقلم من هنا، لو انا قلمت من هنا كده طبعا هنا في نمو خلاص، لكن لو مفيش نموات وانا قلمت من هنا فانت بتضعف عمليه النمو او السرطانات اللي هتيجي من هنا. طبعا الباميه بتعتمد على السرطانات، لان احنا لو اعتمدنا على الاصل بس بيديني قرن واحد زي ما انت شايف في قبط الورقه، وهيديني قرن تاني فكميه الانتاج هتكون قليله. لكن مع السرطانات الجديده دي بيحصل عندي هنا قرن وهنا قرن وهنا قرن، ففي كل قبط ورقه بيطلع عندي قرون وبالتالي كميه الانتاج بتزيد. فاحنا بنعتمد على النموات الجانبيه وبنعتمد على ان النبات ما يتجهش للنمو الخضري على حساب التزهير. فهنا احنا قررنا ان احنا نقلم التقليم اللي انتم شايفينه ده، ده الفرق ما بين النبات اللي ما تقلمش والنبات اللي تقلم. وان شاء الله رب العالمين هنصور فيديو تاني كمان 15 يوم نشوف هل النتيجة دي مجزية ومرضية والنبات فعلا اتحول من النمو الخضري للتزهير، وهل النبات فعلا بدأ يقف شوية ما يجريش زي ما كان بيجري هنا. ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في الفيديو الجاي. نشوفكم في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.